لا خليته ولا استوديو التسير. إذن متابعينا الأفاضل، يعني جريمة قتلى في وسط هذا بعد قبل لحظات العناصر الأمنية شرفات على يعني فتح هذا الطرق. صراحة يعني مؤلم جدا، يعني الراجل يعني جريمات مكمولات الأركان. صراحة ما بقى عندي ما نقول، والله القسم، يعني منظر بشع، جريمة بشعة صراحة، رائحة كريهة وكريهة. السلطة الأمنية، الدرك ديال الإغرام والسلطة المحلية هما راه حاضرين. قبل لحظات راه فتحوا هذا الطرو ولقاو فيه شخص مقتول جالس، يعني مضروب في راسه ضربة، يعني شا أقول لكم، ما سمحوا لي بزاف، راني تكترش بهذا المشهد، مشهد رعب حقيقي صراحة. صراحة جريمة بشعة، دوار بيت الراس بالجماعة الترابية أمل يهتز على وقع جريمة، جريمة قتل. راح ضحية ديالها شخص يعني كيبان كبير شوية في العمر، يعني الشيب كيظهر في الرأس ديالو من خلال يعني داكشي اللي شفنا، يعني هنا في هاد الطرو. صراحة ساكنة هما هنا في انتظار إلقاء القبض أو إيقاف المشابه فيه اللي هرب وغادر، يعني ارتكب الجريمة بمدينة الدار البيضاء وجابوا في الطرو، وصلوا لهنا قبل أن يفتضح الأمر ديالو. السلطة المحلية حاضرة، الدرك الملكي بإغرام حاضر في انتظار صراحة القاء القبض على يعني مرتكب ديال هاد الجريمة البشعة. صراحة يعني هذا الشيء مؤلم ومؤلم جدا. المنطقة ما كتعرفش بحال هاد الجرائم صراحة، اللي شيء غريب على هاد المنطقة. صراحة كاين اللي شاف هاد المنظر هذا وكيرد، صراحة تقي، يعني ريحة كريهة، يعني أزكمت أنوف الحاضرين والساكنة، الناس اللي شهدوا هاد اللي شافوا هاد المنظر البشع. في هاد اللحظة تم اعتقال إيقاف مرتكب، يعني مشتبه فيه في ارتكاب الجريمة. إذن شوف شوفوا اسمحوا لينا، اسمحوا لنا الحسن، والحسن، الحسن، والحسن. يعني في هذه اللحظة يعني تم التوقيف مرتكب ديال هذه الجريمة. أوه. يعني شدوه، والحسن
وين فين شدو؟ الله يتبعوا معنا هنا في هذه اللحظه. يتيم يقف ولا احسن. صافي Thank you.